بص يا ابني، كلنا يا مقلوبنا دابت وعشقنا نسوان ياما، بس كنا بنفكر عشان ما نزنقش نفسينا. الزنقة صعبة وضيقة. طب طالما الزنقة صعبة لي بعيد شوية بس. على فكرة انتوا فاهمين الموضوع غلط، ومش لازم كل شوية يعني حد يجي يسمعني الكلمتين دول. انا علاقتي بحبيبة علاقة صداقة وبس. كلمة علاقتي بحبيبة دي نفسها تخليك تموت بجد. الموضوع ده مات يا ابن عمي، وكلامي خلص فيه، مش هعيده تاني، فاهمني؟ عشان لو اتعمل تاني ساعتها همشي برضو، بس وانا واخد روحك معايا. براء انا كده. قبلك ضروري. في ايه يا حبيبه؟ قلقتيني. انت كويسه؟ اللي اتفقنا عليه لازم يتاجل شويه. نعم، يعني ايه يتاجل؟ يعني مش هينفع الطلاق دلوقتي. يعني انت كنتي بتثبتيني وعماله تقولي لي مجدي كوتش واسبوع هطلع يا حمزه. انت بتعملي معايا كده ليه؟ حمزه ما تزعقليش، انا مش مستحمله نفسي. ومحدش عايزك تستحمليه يا حبيبه. انا بحبك على فكره. انت مريضه. انت بني ادمه مريضه. انت مش محتاجاني. انت محتاجه دكتور. دكتور يحل لك مشاكلك ويعالجك. الاسبوع فاضل منه يومين. يومين يا حبيبي.